الشيخ صالح الفوزان لما تحدث عن أن هذه موطن فتنة، ها، صمت سلمان العودة وصمت العريفي وصمت سعد البريك وصمت العواجي، ولو يدورون حول هذول اللي ذكرت أساميهم، العودة والعريفي والعواجي يدورون حول الحمى يستحون، ما يقولون لأم محمد ذي ولدها يتعصب عليكم، ها، أنتم يا أبطال التويتر، أنتم اللي قررتوا بعيالنا وراحوا للجهاد، أنتم مسؤولين، والمجتمع لازم يسائلكم، المجتمع لازم يحاسبكم، انتم اللي ذكرت اساميهم ذولا، انتم اللي غررتوا بعيالنا من افغانستان وانتم تشحنون عيالنا وتقتلونهم في حروب كلها انتهت حروب كافره، ما ندري من اللي بداها ومن اللي انهاها. ارحمونا ارحمونا يا جماعه الخير، حرام عليكم ولا واحد من عيالكم، ما انتم بجنه، روحوا روحوا انتم للجنه، خلنا نلحقكم احنا، خلوا عيالكم يروحوا للجنه، وراكم تبون عيال ابو مبارك يروح قبلك ولا ولد ام محمد. كل واحد فيكم زري هيلة هنا ويغرد من الصبح جاهد للجاهد وجانا وطبل عليكم بالعرعور. مين اللي جايب العرعور للبلد؟ وكيف تطلعوا القنوات الدينية؟ وصال من وراها؟ والمجد وش تصلح؟ نبي نسكت؟ ما احنا بساكتين. عيالنا يموتون في حرب كافرة، ما احنا بساكتين. وسنبتل نرن على هذا الموضوع لين تتحاسبون. افغانستان فلتوا، والعراق فلتوا، في سوريا والمفروض ما تفلتون كلكم. وبعضهم بعضهم اللي المشايخه اللي زي العرعور عشان يلعب علينا يقول لا تروحون لداعش، روحوا للنصره، فكنا من شرك، روح لاهلك. اقول المشايخه الصحوه اللي في التويتر يحرضون عيالنا يموتون، اتقوا الله في البلد، اتقوا الله فينا، ترى فيه امهات ما ينامون الليل يبكون على اطفال، خلاص ملينا منكم، في امان الله.